بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثاني من توقعات الأبراج ل 2020. هنكمل. برج الميزان. برج الميزان السنة دي هتعيش سنة مميزة رائعة مع شريكك، ولو كنت أعزب هتلاقي توأم روحك. يلا عم مبروك. الفلك بيقول لك ان السعادة هتجري ليك مش هتمشي، وتقدم لك اول خطواتها السنة دي من خلال حظك العاطفي. على صعيد العمل هتمر اوقات صعبة شوية في الشغل، هتحتاج منك مجهودات مضاعفة بمقارنة للسنة اللي فاتت، لكن هتلاقي كتير من الناس عايزين يساعدوك ويحاولوا يبذلوا جهدهم انهم يخففوا عنك. ده اللي هيخلي بعض ايام العمل بالنسبة لك حماسية مختلفة بسبب تعاون الناس والاصدقاء والزملاء المخلصين. على سبيل الصحة، انت بتحتاج لتفريغ الكثير من الطاقة السلبية عشان تتقدم لقدام، وهيكون ده سهل جدا من خلال انك انت تعمل بعض التمرينات الرياضية والمشي مسافات طويلة. والفلك بينصحك انك انت تهتم بصحتك، وتأجيل مشروع الدخول في تمرينات يومية لوقت اخر لانك هتندم بعد كده. يعني العب رياضة، امشي، اشتغل، كل حاجة هتبقى حلوة ان شاء الله. برج العقرب، يعني نصيحة، ما تأجلش الحب الحقيقي لوقت جاي. اما يقابلك وتحس بيه رغم الاختلافات الكتيرة بينكم، امسك فيه، حاول تكون على طبيعتك عشان تفهم الطرف الاخر بشكل كويس، وما يتحكمش وما تسرعش في الحكم عليه. على صعيد العمل لبرج العقرب، 2020 دي تعتبر من اكتر السنين حظا ماليا، وهتتنقل ان شاء الله لوظيفة افضل، او هتحصل على ترقية في وظيفتك الحالية. لكن خلي بالك من الاسراف والتبذير، وخلي بالك من الناس اللي هتحب تستغلك في كثير من المواقف ان كان في الشغل او خارج الشغل. معظم مشاكلك الصحية اللي هتمر بيها السنة دي هتكون بسبب القلق والتوتر والوضع النفسي ليك. منها القولون العصبي، خلي بالك، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. برج القوس. برج القوس السنة دي يعني هي سنة مؤرقة بعض الشيء بالنسبة لمولود القوس عاطفيا. هيكون دايما دماغك مشغولة بمخططات وطموحاتك العملية، هتنشغل عن وضعك العاطفي وعن شريكك، ومع كده هتلاقي الأمور كويسة جدا اما تقربوا من بعض. على سبيل العمل لازم تفكر بشكل جدي في وضعك المالي السنة دي، ومحاولة الاقتصاد في كثير من المصاريف عشان ما تتعبش ماديا. بعض الحاجات اللي ممكن تفاجئك في اخر السنة. والفلك بيقولك ده موسم الربيع، هيكون موسم نجاح واعمال استثماريه قويه في حياتك المقبله. صحتك السنه دي مستقره نوعا ما، ان ممكن هتصيبك بعض الوعكات الصحيه، ده بسبب اهمالك لنفسك وصحتك وبعدك عن الاكل الصحي، وانك انت دايما بتشتغل لاوقات متاخره وما بتحتاجش انك انت تفكر في أهمية جسمك. ولازم تنتبه ان جسمك وأكله وطاقته وراحته. برج الجدي. برج الجدي يعني أيها الجدي
ابتعد عن التقلبات المزاجية مع الحبيب والشريك، خليك ناضج كده في علاقتك معاه، عشان ده ممكن يؤدي إلى دمار العلاقة دي. حاول إنك أنت تتحكم بصفة بحكمة أكبر، وإنك تكون إنسان مسؤول، ما تزعلوش مني. على صعيد العمل، ما تمشيش ورا الناس، هيسببوا لك الضرر. حاول ان تكون عمليا وحذرا، وابذل مجهود اكتر السنه دي عشان تكسب كويس من خلال عملك، وتسدد من عليك ما عليك من ديون يا فالح. وضعك الصحي هيبقى مستقر ان شاء الله، وربما سيرك على برنامج غذائي صحي هو السبب. البداية ليك هي حياة صحية افضل. الفلك بيشجعك برضو انك انت تمارس الرياضة وتخرج في الهواء الطلق قد ما تقدر، ولو عرفت تمشي على البحر يكون احسن. برج الدلو، برج الدلو هتشعر في بداية العام دوت انك بتعيش في حب حقيقي، لكنك هتبقى محتاج انك انت تتأكد من الطرف التاني من مشاعره واخلاصه ليك. لازم تتخلص من كل ذكرياتك القديمة لو كنت عايز البدء من جديد، وانك انت تخوض تجربة حب وارتباط مختلفة. في العمل يا سيدي، انت قدامك فرصة حقيقية السنة دي عشان تغير شغلك واتجاهك المهني وتحوله للأفضل، والسنة دي هتكون فرصة أكتر من أي سنة لاختيار شغل ليك ملائم لشخصيتك وميولك والجوانب الأخرى المادية. وضعك الصحي السنة دي يعني ممكن هتبقى تتعب شوية، هتحس شوية صعوبات، ممكن تروح للدكتور أكتر من مرة. ما تهملش الامر، اتبع تعليمات الطبيب بحذافيرها، وبعد كده هيبقى مفيش اي حاجه ان شاء الله. اخر برج عندنا برج الحوت. السنه دي عام الحب والصداقه مع الشريك ايها الحوت. يمكن مش هتقدر ترتبط ارتباط رسمي السنه دي عشان انت بتدور على حاجات ومميزات مثاليه في شريك حياتك اللي صعب انك انت تلاقيها في الوقت دوت. على في العمل، في بداية السنة هتحس ان احلامك في طريقها للنجاح وانها هتتحقق، بس هتكتشف انك انت محتاج انك انت تشتغل اكتر، والموضوع ما هوش سهل زي ما انت كنت حاسس. لازم تفكر مرتين قبل اتخاذ اي قرار بخصوص عملك عشان تبقى حريص على اختيار الصح. الصحة يعني قد ممكن يجيلك شوية أرق أو صداع السنة دي، بس الأمور هتبقى على خير في كل الأوقات، بس ما تهملش الأمر. حاول إنك أنت تريح نفسك، ولو تعبت روح للدكتور اسمع كلامه، وان شاء الله الدنيا هتبقى حلوه. يلا، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. اتمنى لكم سنه سعيده، ويا ريت تساعدوني انكم تشتركوا في القناه بتاعتي وتفعلوا الجرس، عشان كل حاجه هعملها هتجيلكم. هتلاقوني بتكلم في موضوعات كتير قوي ومختلفه جدا، على اساس ان القناه ديت زي ما احنا عارفين انها علميه ثقافيه اجتماعيه رياضيه كل حاجه، بس ما هياش سياسيه. شكرا، محمد البابلي.